بالتوفيق ان شاء الله. ينطلق هذا اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 الامتحان الوطني للبكالوريا. ينجز هذا الامتحان على صعيد إقليم سطات داخل 18 مركز بما فيهم مؤسستين سجنيتين. عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الامتحان على صعيد الإقليم كيبلغ 9200 مترشح بما فيهم 2300 مترشح حر. تم تعبئة جميع الإمكانات المادية والبشرية على صعيد المديرية لإنجاح الاستحقاق الهام في نهاية السنة الدراسية. هكذا تم يعني الإعداد المادي للمراكز الامتحان، تكليف الموارد البشرية والفرق اللازمة للإشراف على إجراء الامتحانات، يعني رؤساء المراكز، ملاحظون، فرق إقليمية، لجان الحراسة، وكلها موارد بشرية منخرطة بشكل كبير في إنجاح هذا الاستحقاق. ايضا تم تكليف فرق اقليميه لزجر الخش والتي يعني تجوب مراكز الامتحان لزجر الممارسات المشينه في هذا الباب، وذلك وفقا لتفطر مساطر اجراء امتحانات البكالوريا. هذا الامتحان الوطني كياتي خلال هذا الاسبوع بعد ما اتممنا اجراء امتحانات الجهويه خلال الاسبوع الماضي واللي تمت في ظروف مناسبه بفعل انخراط الجميع. هذه مناسبة
اولا نتقدم بالشكر الجزيل للاطر الاداريه والتربويه داخل المؤسسات التعليميه والساده المفتشون والاطر المديريه الاقليميه لانخراطهم الكبير والكامل والذي يساهم بشكل كبير في انجاح هذه المحطه، كما هي مناسبه لشكر السلطات المحليه والسلطات الامنيه والدرك الملكي والذين يواكبون المديريه في انجازها لهذا الاستحقاق. وكلمة أخيرة، نتمنى كامل التوفيق للتلميذات والتلاميذ في هذه الامتحانات وتوفقوا إن شاء الله في الامتحانات وفي دراستهم الجميع. عدد المترشحين في إطار السجون كيبلغ 71 يعني مترشح، كما نشير أيضا أنه هناك تكييف لامتحانات وفقا لدفتر المساطير ولمذكرات المنظمة في هذا الباب، وعندنا حوالي 9 ديال الحالات اللي تم تكييف الامتحان لفائدتها. كتعرفوا مذكرات وزاريه كتنظم تكييف امتحانات لفائده الاطفال في وضعيه اعاقه او في وضعيه خاصه، وذلك في اطار تكافؤ الفرص ما بين جميع التلميذات والتلاميذ. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.